السلام عليكم. أول شيء صلوا على محمد وآل محمد. اليوم حنحكي عن درس الجبريك اكسبريشنز، حنحكي عن فكرة معينة. أكيد معكم أستاذ حسان عبد الله، وإن شاء الله خير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنحكي عن factorization of algebraic expressions. We will learn today how to factorize an algebraic expressions. كيف بعملهم factorize؟ إذا إجا سؤال عندي بالامتحان أو الامتحان الرسمي أو أي محل factorize the algebraic expressions، اليوم حنتعلم كيف نشتغل هذا الشغل. In order to factorize algebraic expressions we must resolve it into factors. بدي حاول حولها وحللها لعوامل. شوفوا كيف في عنا طريقتين، اليوم هعلمكم طريقة وإن شاء الله المرة الجاية هعطيكم طريقتين. First case looking at the common among terms. عندي كذا term بيجي بتطلع common يعني المشترك، بتطلع على المشترك بين الترمز. هعطي examples دغري حتى هون عليكم. إذا جاء سؤال factorize the following، إذا بدي أعمل factorize أعطيكم أول واحدة x ل power 2 minus x. أول term هو x power 2، تاني term هو x. لاحظوا شو المشترك بين أول term وتاني term. لاحظوا هذيك فيها x الأولى والتانية فيها كمان عندي x، في بيناتهم minus. وقت يكون عندي مشترك بين الترمز باخد هذا المشترك لبرا، هلا حاخد x لبرا عطول بعمل اني هيك. إذا لقيت إنه عندي مشترك هو x بين أول ترم وتاني ترم أخذته لبرا equal x. شلت x من أول وحدة هي في x power 2، شو ضل عندي؟ كم x؟ ضل عندي x وحدة خليتها. شلت ال x من تاني وحدة شو ضل عندي؟ ضل عندي 1 minus 1. هذا بيجي لتاني وحدة x plus x power 2 plus x to power 3. لاحظوا بهودي 3 terms في عندي الكومون المشترك بيناتهم هو كمان ال x بأول وحدة وبتاني وحدة وبتالت وحدة. لاحظوا هاي فيها x، x power 2 فيها x، و x power 3 فيها x، معقول فيها x. حبلفظها x power 3 x power 2. حاخد x لبر عطول باخد اصغر وحدة مشتركة، يعني اصغر وحدة هي ال x، اخدت ال x. شلت x لبرا شو ضل عندي جوا بأول وحدة؟ ما ضل عندي شي، يعني ضل عندي 1. بتاني وحدة شو ضل عندي؟ x، x power 2. بتالت وحدة بضل عندي x power 2. تالت وحدة x minus 1 لباور 2 plus x minus 1 x plus 1. شو المشترك بيناتهم هودي؟ عندي المشترك هو x minus 1. x minus 1 هو المشترك. حاخد x minus 1 لبرا بفتح قوس كبير، شو ضل عندي؟ كم وحدة؟ عندي وحدة x minus 1 بأول وحدة، وبتاني وحدة شلت ال x minus 1 شو ضل عندي؟ ال x plus 1. ال x minus 1 نزلتها شلت الباكتس الصغار من جوا من جوا، يعني أول وحدة بتنزل x minus 1، تاني وحدة x plus 1. x minus 1 خليتها أول ترم، تاني وحدة شو عملت فيها الخطوة اللي بعدها؟ حطيت ال x-ات حد بعض والأرقام حد بعض، x plus x حد بعض، minus 1 plus 1 حد بعض الأرقام. x minus 1 نزلت x plus x بتعطيني 2x، 1 و minus 1 راحوا مع بعضهم، فشو جيت عملت هلا؟ قلبت هي بتساوي 2x into x minus 1. هيدي خلصت هون factorized خلص. رابع وحدة 2x minus 3 لباور 2 minus 3x plus 1 into x minus 3 into 2x minus 3. لاحظوا شو المشترك عندي بين بين هاو التيرمز بين الأولى والثانية؟ عندي 2x minus 3 بأول وحدة و 2x minus 3 بتاني وحدة. حاجي اخدها لبرا هلا 2x minus 3 بفتح قوس كبير، شو ضل عندي من اول وحدة؟ 2x minus 3 لان شلت وحدة لبرا ضليت وحدة، وشلت 2x minus 3 من تاني وحدة شو ضل عندي؟ 3x plus 1. 2x minus 3 نزلت، هلا حشيل الاقواس الصغيرة من جوا، تنزل اول وحدة 2x minus 3، الماينس بفوت على اول وحدة بفوت على تاني وحدة minus 3x minus 1. 2x minus 3 نزلت، هلا شو جيت عملت؟ عم رتب الاكسات حد بعضه بتاني ترم والارقام حد بعضه، 2x minus 3x حد بعض minus 3 minus 1.
2x minus 3 نزلت 2x minus 3x بضل عندي ناقص 1x ناقص 3 ناقص 1 بتعطيني ناقص 4 ناقص 1x يعني هي ذاتها ناقص x فيني خليها مثل ما هي فوق ناقص 1x صح وإذا حطيتها مثل آخر وحدة كمان صح هون خلصت هذا هو الفاكتورايزد فورم هيدي أول كيس اليوم تعلمناها بتمنى تعيدوا الفيديو مرة 2 3 تتمكنوا منه تحلوه بإيدكم قبل ما نبلش بالهومورك بدي أعطيه الهومورك السؤال اللي جاء فاكتورايز ذا فولوينج اعمل فاكتورايز لهودي معي الأولى الثانية الثالثة والرابعة بهودي الحالات طب بدي أدور على المشترك ما في عندي مشترك بين الاثنين بس بياخذوا لبرا بشتغل شوي شوي خطوة خطوة براجع اللي اشتغلتهم قبل برجع بيجي لهودي وإن شاء الله موفقين يا رب كان معكم الأستاذ حسام عبد الله والسلام عليكم.